عمر بن الخطاب جاء إلى النبي وفي يده، يعني في يد عمر، صحيفة من التوراة، جاء بها فسأله النبي: ما في يدك؟ ما هذا؟ قال: صحيفة من التوراة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمتهوكون؟ التهوك الاضطراب والحيرة، مضطربون حيارى أنتم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الحمد لله على هذه النعمة، شريعة، قرآن، سنة، إسلام، عقيدة، صراط مستقيم، جئتكم بها بيضاء نقية. ولو كان موسى، أنت تحمل التوراة، والتوراة أنزلت على نبي الله موسى، ولو كان موسى، اسمع يا عمر، لو كان موسى حيا بين ظهرانكم، موجود يعني ربنا عايش بيناتكم، موسى لو كان موسى عايش بيناتكم، موسى يلتزم ويطبق التوراة أو يعمل بما جاء به محمد بالشريعة الخاتمة بالقرآن؟ يقول الرسول: ولو كان موسى حيا بين ظهرانكم ما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. بمعنى موسى لا يحكم ولا يتحاكم ولا يمشي وفق التوراة، وإنما لو كان بين ظهرانكم راح عايش بيناتكم، كان يترك التوراة ويأخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا؟ لأن النبي هو الخاتم، فلا نبي بعد رسول الله محمد بن عبد الله، خلاص، وفي بني إسرائيل ما انتقلت في آخر الأمر، خرجت منهم من بني إسرائيل، وجعلها الله عز وجل في النبي الهاشمي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت رسالة السماء، وجاء كتابه المنزل عليه وهو القرآن مهيمنا على الكتب، فهو خاتمهم وشريعته الخاتمة وكتابه هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني، ركزوا على هذه الكلمة، إلا أن يتبعني. فالمسلمون اليوم مطالبون باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مطالب إلزام من الله، إلزام من الله، مطالبون من قبل الله أن يتبعوا الرسول. وفي القرآن من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاليهود والنصارى، هذو سموهم أهل الكتاب، اليهود والنصارى، أهل الكتاب بمعنى كتب منزلة عليهم، وعندنا قوم ما عندهم كتاب، انتبهتم؟ فالذين أكرمهم الله عز وجل بالتوراة والإنجيل ذكرت في كتبهم، في التوراة والإنجيل، في الإنجيل ذكر النبي وذكرت أوصافه وبعثته ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عيسى: أبشركم برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، محمد وأحمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الاتباع. وفي سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله
ها؟ فاتبعوني، الاتباع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا شيخ الاتباع، الاتباع فيه تفسير أوضح من هذا؟ بمعنى الاتباع بمعنى أن تسلك الطريق الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام. مرة مرة النبي حكم عود، عود من خشب في الأرض، في الأرض دار هكذا خطا هكذا مستقيم، منه من ندر خطوط دار هكذا ومن ندر خطوط هكذا. يقول لهم عليه الصلاة والسلام، يقول أصحابه، يقول لهم هذا الخط هذا هكذا، هذا صراط الله المستقيم، ومن على جنب منه ومن هذه الخطوط هذه منه ومن هذه السبل. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاتباع أن تتبع الصراط المستقيم، أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاءك، هو جاء بشيء وجاء بالإسلام، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به من عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. فما هي المحبة؟ هي المحبة، قل لك محبة الله، محبة الرسول. ما هي المحبة؟ ما هي محبة الله؟ ما هي محبة الرسول؟ قال الإمام الحسن البصري: ابتلى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله، أنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي يحب الله لا يخالف رسول الله ولا يخرج عن طريقه ولا يدعو بغير هداه. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي آية قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول، احذروا مخالفة أمر الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جئتكم بها بيضاء نقية لنلتزم ونستجيب لما جاءنا به صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا استجبنا اللهم لك الحمد، وإذا أخذنا بهداه وبأخلاقه نحن في خير. إذا خالفنا، جاء في الحديث الصحيح: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. السيف كي الناس استجابوا لدعوته، ما يقتلوش الرسول، دعاهم فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى الأمر، استجابوا صاروا من أهل الإسلام. قال: بعثت بالسيف لمن لم يقبل هذه الدعوة فجاهدهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: حتى يعبد الله. ما قتلهمش شهوة في نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما قاتلهم حتى يعبد الله. وفيهم من كان على دين كأهل الكتاب، إذا لم يقبلوا الدعوة، إذا لم يقبلوا الدعوة خيرهم تعطون الجزية، فإذا قبلوا بإعطاء الجزية تركهم، يعطون الجزية عن يد وهم ساغرون، يمدوا الجزية يخلصوا وهم أذلاء ساغرون، ما يقتلهمش، يعطون الجزية عن يد وهم ساغرون.